يا عزيز عيني، وانا بدي اروح بلدي، ليلة نمت فيها صحيت ملقتش بلدي. دي البلد دي عايمة على بحر من الآثار وفيها بترول ياما يا باشا. لو الجماعة الكبار دول يخلي بالهم منها شوية تبقى جنة. يا ابني انت بتحلم. المبيدات مسرطنة. اللحمة اللي احنا بناكلها دي بيقولوا فيها جنون بقر. المية ملوثة. الفراخ بيقولوا فيها انفلونزا طيور. الهواء اللي احنا بنتنفسه ملوث. المشكلة ان احنا مش عارفين نعيش. انا ايه الذنب؟ انا عايز اتفرج على الماتش. شمس بنت رمضان ما كانتش بتهتم خالص لا بالأرقام ولا بالعربي، مش لأنها كسلانة، لكن لأنها بدأت تحس إنها بتشوف المستقبل. أنا في مرة حلمت إن أنا رحت وسط البلد، كان فيها شوارع جميلة قوي، عشان كده عايزة أروح. رايحة فين يا شمس؟ الكيميا ده مرض خبيث في الدم. هو انا قصرت في حاجه يا دكتور؟ بس على فكره انا ما كنتش في المظاهره بالصدفه. ابويا يا باشا قال لي كلمه، قال لي عين شمس دي نص الدنيا.